استاذي العزيز سيد الكاظم يمكن ذكر لي اياها شخصيا قبل فتره، يعني وصل الخزين المالي حوالي 64 مليار دولار. ترى هذا رقم مهول، يعني بالنسبه لنا رقم مهول. قدر يوصل وزير الماليه هالدرجه، عراق مسيطر لا مطلوب، مسدد ديونه، وضعيته ممتازه جدا بالمجتمع الدولي. هذا يعني اجراءات صح، الشعب عانى، قسم من الشعب بس عايشين. يعني يقول لك هاي بسبب رفع سعر النفط. ثق واعتقد اكثر الناس، يمكن احنا يعني عندي عمل اخر يمكن تجاري، اكثر الناس احنا المتضررين من سعر صرف الدولار. يعني اولا اصبح هنالك كساد بالسوق، هذا واضح يعني، ولحد الان اسال اي تاجر ترى بالمناسبه يشكي لك هذا الشيء. لكن اذا سالني انا كوطني يقول لي مثلا شو رايك بهذا الموضوع، اقول لك والله بفائده للدوله بس المواطن عليه ضرر بيه. بس يعني انت قول لي الكاظم ايش قال لك على هذا السعر؟ هو راضي على هذا التغيير لو ما راضي كان من قعدت وياه؟ اي يعني يقول مكان اكو مكان ممكن انه نامن الرواتب، مستحيل كان نامن الرواتب. ترى في زمن العبادي نفس الحاله، العبادي هم ايضا يعني كنا هم بجلسه خاصه ايضا رجل قال انا بالنسبه لي راح أقص الرواتب للنص. لعد ليش خطيه مستجوبيه وجايبيه مستضيفين رجال اذا كان الاجراء صحيح ويفيد الدوله؟ استادي ماليا ما يقدرون يتناقشون يا الرجل. الرجل ما يقدرون يتناقشون يا، بعدين اكو موضوع الاخ، ترى صندوق النقد الدولي ما يتعامل غير ويا علي علاوي. ليش؟ شنو علي علاوي؟ لا هو بالنسبه الى هذا الرجل البنك الدولي يعني مقتنع به تماما، يقول لك وغير يتعامل ويا دول شعلي شخص. لا لا احنا ما مرتبطين بهذا البنك، ارتباط وثيق حسب معلوماتي انا رجل لست متخصص. يعني شنو اللي يبيع علي علاوي انه ما يرتبط به بس ما يحكي ويا البنك الدولي ويا بس وياه؟ لا هم يعني انا اعتقد بانهم يعني يرون ان علي عبد الامير علاوي هو الشخص المناسب لقياده امور العراق الماليه. ليش؟